يفكر المئات من اليهود البريطانيين وذريتهم ممن جردوا من الجنسية الألمانية إبان العهد النازي بالعودة إلى ألمانيا، وبدأ اليهود بالاستفسار في سفارة ألمانيا في لندن عن الحصول على جواز سفر ألماني إضافة إلى الاحتفاظ بالجنسية البريطانية. وانية البعض بالرحيل عن بريطانيا أملاها خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. متابعة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أدركت أن خسارة كبيرة ستحل مثلا أن لا أستطيع أنا وعائلتي العيش والعمل في 27 دولة في أوروبا، إضافة إلى أنني لن أتنازل عن جنسيتي البريطانية. ليس بالضروري أن أسكن في ألمانيا أو أتعلم اللغة الألمانية من أجل الحصول على الجنسية. لن أخسر أي شيء، هو أشبه بالوداع لبريطانيا والترحيب بأوروبا. السفارة الألمانية في لندن أكدت تسلمها أكثر من 400 استفسار من يهود بريطانيين في الأسابيع السبعة الأولى بعد التصويت على انفصال بريطانيا عن الاتحاد. 100 منها تحولت إلى طلبات رسمية للحصول على الجنسية. لدي دوافع عديدة للحصول على الجنسية الألمانية. أنا أفكر كثيرا في ولدي، أريده أن يتمتع بنفس الحياة التي تمتعت بها، أن يكون بوسعه أن يلعب في الفضاء الأوروبي. عملت في كل أوروبا طيلة حياتي، أحببت برلين، أتصور أن أعيش فيها. ربما يحدث ذلك في المستقبل، يجب أن أتخذ موقفا حاسما ووثائق، فأنا عرضت الخروج من الاتحاد الأوروبي. ويمنح القانون الألماني اليهودية أو أي أحد من سلالته فر من ألمانيا وجرد من جنسيته في الأعوام 33 و45 من القرن الماضي.